موجه تسبح. موجه تسبح على راديو ميد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. نمشيو للخبر متعلق بعملية تحيل تعرضوا لها مجموعة من المعلمين عن طريق الفيسبوك. دونك القضية هذه رفعتها المندوبية الجهوية للتربية في المنستير عن طريق بطبيعة ممثلين المندوبية غاديكا بعد التشكيات وإلا بعد الحديث على اللي وصل للمندوبية من المعلمين هذوما اللي تعرضوا كما قلنا لعملية تحيل صارت على طريق الفيسبوك لتسفيرهم في الخارج. في بالهم جايتهم عقود عمل البرة في ألمانيا، دونك يلقاو رواحهم في وضعية تحيل. باش نعرفوا تفاصيل شنو اللي صار بالضبط والتحرك القضائي اللي قامت بها المندوبية الجهوية للتربية في المنستير، حاضر معنا بالتليفون سي فريد بشحانة رسمي باسم محاكم المدية والمنستير. مرحبا بك سي فريد. اهلا وسهلا، مرحبا بك كيف المستمعين. اهلا وسهلا سيدي. دونك شنية الحكايه هذه نتاع التحايل بالضبط سي فريد؟ هو لحد الان القضاء قاعد يبحث في ايش الاركان نتاع الجريمه هذه فيها متوفره في جانب المتهم هذا من عدمه. البحث بدا بشكايه من مندوب الجهوي للتربيه والمنستير اللي وصلت وصلت لوزاره التربيه معلومات انه فما اجتماع غير مرخص فيه في مركز ولا في مكان فضاء ترفيهي في مدينة المنستير. الاجتماع هذا يتبين فيما بعد أنه شخص ناشط في المجتمع المدني كان تواصل مع مجموعة من المعلمين وعنده علاقة مع مديرة مركز تعليم اللغة العربية في مينيخ في ألمانيا. تعرف عليها على أساس أنا فما بتصير نوع من نشر ولا تعميم الفائدة الفائدة لأبناء المهجر البرة، لكن هو يبدو أنه استغل الاتفاق هذا وحب يوم المعلمين أنه هو عنده قدرة أنه معناه يسفرهم إلى خارج التراب التونسي في معناه ضرب للتعاون الفني وفي خروج عن نواميس معناه الخروج هذا، لأنه تعرف أنه أي بعثة ولا أي معناه تعاون فني ولا أي كوبيراسيون تكون عن طريق الجهات الرسمية اللي هي وزارة التربية في موضوع المتعلق بالتربية. هي على التعاون الفني ما تجيش تحت حيط في مركز ثقافي بشي ياخو انخراطات وأوهام ما أنه معاد الإمكانية. دونك لأن الغلطة مشتركة الحقيقة بين السيد هذا وما بين ذات المعلمين. أيوة. يعني ربما يعرفوا أنه أي تعاون فني يكون عبر القنوات الرسمية، دونك هو استغل أنه عنده اتفاق مع مركز بيداغوجي في مجال معين وأوهم ما أنه عنده القدرة أنه مثلا يخرجه من برا. على كل أحنا النيابة العمومية أرادت بالاحتفاظ به ومثل منذ 3 أيام حال الاحتفاظ وتم فتح بحث تحقيقي باش نشوفوا إيش كأركان التحيل. هناك إيهام بمشروع وهمي من عدمه باش نشوفه بمعنى إذا كان توفرت فيه أركان التحيل باش يقع إحالته على القضاء لمقاضاته من أجل التهمة هذه. هما الضحايا لهنا المعلمين اللي معناها وقع لهم التحيل هما يعني قدموا شكاية في الموضوع هذا تم الاستماع لهم ولا مازال؟ تم سماع أحد المعلمين ألا هو كان ديجا عضو في مجلس النواب وهو زاد ديجا تشكى وطلب جبر الضرر على أساس سيدة غاية تحايل عليه كما تحايل على المجموعة. هما معناها دفعوا فلوس سي فريد في الحكاية هذه؟ هو يرزمون تم التدخل قبل ما يتم معناها هو معناها جمع التبرعات هذه. على ما يبدو معناها هو وقتها كان هو يقولوا كان كمل الاجتماع ممكن باش تكون فما دفع اموال وفما انخراطات وغيره. لا احنا بتدخل الامن تم حجز الانخراطات هذه وحجز الطوابع على عند السيد هذا وتوا على قيد التحقيق في طار انابه عدليه تحت اشراف قاضي التحقيق باش نثبتوا شنو صلاحيات السيد هذا وعلاش تصرف هيك وشنو كيفاش قدر انه معنا نخبه في المجتمع او همهم انه باش يسفرها من برا، لانه لنا الموضوع عنده دي فولي وكان معناه المعلمين أوهمهم بتسفيرهم إلى الخارج لأن توم التحيل واضحة لأنه مش هو ولا غيره نجمه يسفروا لأنه الدولة هي تسفر. إذا كان مجرد التفاهم كان على مجرد معناها عرض خبرات ولا معناها الاستفادة من طبع كتب في معناها للبيداغوجي في مينيخ باش تستفيد فيهم الأطفال في المهجر، لأن نشاط جمعياتي ما يحجروش القانون. أيوة. تقعد له جيس توم عقد اجتماعات بدون ترخيص اللي هي اللي هو مستعرض لها. لو كان حاكم التحقيق باش يبحث ويبدو هو حسب أقوال أحد المضرين أنه أوهمهم باش يسفرهم البرة وهذه معناها ثابتة توم التحيل
لحد الان في حدود ما سوف تصفر عنه الابحاث. باهي تري بيان. دونك مازال ما تمش تحديد تقريبا قداش من ضحيه سي فريد. هو بحسب الاجتماع دونك استهدف معلمين من جهات مختلفه من القروان من سوسه وغيره، دونك كان عنده قدره انه معناها استدعى اطراف من جهات مختلفه. أصور هذوما اللي حضروا هذوما اللي حضروا البلاتفورم اللي عملها هو شنو كان برنامجه، وهو معناه عنده جمعية متاع أطفال متاع معاقين، وهو يظهر عنده مقهى معناه بعيد كل البعد عن التدريس وعن برنامج التربية. دونك هو دخيل على ميدان الغريب كيف قدر انه معناه مستهدف مش نامبور كي استهدف معناه فوالا هذاك اللي استغربني. يعرفوا قانون بالكدا نورمال ما يغلطوش ما يحصلوش في شراكه معناه شخص معناه في مستوى ثقافي محدود. دونك الابحاث هي ريزمون معناه فضل شكايه مندوب جهه التربيه مشكور، ومعناه تم التفطن للاجتماع هذا وتم ايقاف النزيف هذا قبل ما يتطور. هاي البرشا باهي، يعطيك صحة، شكرا لك سي فريد بن شحا على المعلومات اللي قدمتهم لنا وتوضيحات، ونعاولوا على الذكاء كمان معناها لهنا مدرسين معلمين وناس فايقة واعية وقارية وفاهمة معناها تعرف الموضوع هذايا، خاصة التسفير نتاع الإطارات التربوية ما يصير إلا عن طريق وزارة التربية، أقل شيء تستلفون وتسأل المندوبية الجهوية للتربية على الموضوع هذايا ثماش ما ثماش الحكاية، مش اي شخص هكاك يجي يقول لك راه عندك عقد هذايا معناها ما نلوموش مالا على البطال البسيط اللي يمشي يدفع فلوس بعد يلقى روحه على اساس باش يمشي يخدم في دوله من الدول في الخارج وبعد يلقى روحه تهزت له الفلوس، وماهيش مره مش اثنين صارت عمليه تحايل كيف ما هكا. دونك حلو عينكم بالكدا وردوا بالكم، راهو الناس كيما هذوما ينجموا يغسوا لك مخك تماما ويبنيوا لك احلام على انك باش تسافر وباش تخدم احسن خدمه وباش ترجع ان شاء الله تدز في الفلوس دزين كما يقولوا هما التونس، وفي الاخر تلقى روحك في عمليه تحيل لك من الفلوس ولك من الخدمه. حلو عينيكم بالكدا سينو زادك الكيف حلو ديناتكم.